صباح الخير عن جديد لكل مشاهدي الأخبارية السورية بأول صباحات 2024. ودائما بداية كل سنة احنا بنروح لنعمل أهداف جديدة بحياتنا، لنصحح أخطاء مرقت معنا بالسنوات الماضية، واليوم لحتى نقدر عن جد نغير بالشكل الصح مفروض نستفيد من هي الأخطاء، المفروض نحن نحدد طاقاتنا بأي طريق مفروض نحن نمشيها. واليوم بعلم التنمية البشرية في قواعد وفي أساسات للنجاح رح نتعرف عليها، كيف نحن قادرين نخطط للعام الجديد ونستفيد من الأخطاء الماضية. أكيد رح نحكي بشكل موسع، وضيفتنا لليوم هي الدكتورة فاتن النظام، مدربة تنمية بشرية. سعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. أنت عايدة كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير، إن شاء الله سنة خير يا رب على الجميع يا رب. آمين. دائما دائما بنقول ان شاء الله، وكلمة ان شاء الله يعني اكيد هي الاقدار بايد رب العالمين، ولكن نحن الانسان اكيد لازم يشتغل على حاله، يشتغل على طاقاته. صحيح. ويقدر يستفيد من اخطائه. نحن ببداية 2024 وكلنا مرقنا بظروف كانت صعبة على الجميع، اليوم يعني بالفعل على المستوى العام حتى، يعني كيف نحن قادرين نبلش هذا العام نتخلص من السلبي ونقول له نحن يعني صلح حاجة حاجة هالقد. أول شيء نحن دائما لكلياتنا كوننا نحن بلشنا هلا سنة جديدة، نحن كلياتنا بنبلش نخطط، وهلا بتسمعي كل واحد إنه عنده خطط تخوف للسنة الجديدة. بس المشكلة اللي عم بتصير أحيانا في عنا عالم اللي هي بتقول لك طب ما زبط شيء معي أنا السنة الماضية، أنا كتير فاشل، أنا ما عندي إخفاقات كتير، كيف بدي بلش السنة الجديدة؟ السنة الجديدة ما تنقول إحنا شيء جديد، دائما ما تقول لك أنا يوم جديد، نهار جديد، ساعة جديدة، بتلاقي لحالك صار في تجدد، صار في عندك نشاط بهي الطريقة. فأول شيء بداية إحنا بدك تعملي خطط، اللي بدك تحطي خطة من ألف وب وجيم وتحطي وين أنت بدك تبلشي. طبعا كل واحد في عنا خطة مختلفة عن الآخر، يعني مثلا في ناس مثلا عندها الصعيد مثلا النفسي لازم تشتغل عليه، في ناس الصعيد المهني لازم تشتغل عليه، في ناس مثلا الأمور الأسرية لازم تشتغل عليها. فكل واحد بيحدد بقسم أهدافه بحسب النوعية اللي هو حابب يدخل فيها. دائما نحن ما تنقول نحن ما بدك تفوتي على سنة جديدة، دائما فوت بنظرة تفاؤلية، يعني ابتسامة موجودة، فايتين على السنة الجاية، ما تفوت بسوداوية، يعني إذا فتي بسواد فهو إذا حطينا على نقطة سوداء على ورقة بيضاء شو بتصير؟ بتبلش تكبر النقطة السوداء وما بتشوفي غيرها. فنحن بداية نبدأ بإنه أنا بقسم الأهداف حسب النوعية اللي أنا حابة فوت فيها. الشغلة الثانية اللي هو كتير مهمة إنه الأمور العالقة اللي هي موجودة عنا بالسنة الماضية حاولوا بلش أنا وياها، غربلة، جزئ الأشخاص أو العلاقات اللي أنا ما بدي إياها السنة الماضية إلا باي باي، خالصين حاجة هالقد، لأن إحنا في عنا علاقات كتير خلينا نقول يمكن سامة، ممكن هي كانت تعبتك طول السنة أو كنت خجلانة منها بال 2023، هلا 2024 إنه خلص حاجة هلا تمام، فرصة إنه خلص اللي باي باي، الله ييسر لها. بنفس الوقت اللي هو عبارة أن أنا بدي دون عن جد أفكاري. هلا في كتير عالم هلا ممكن سمعت اللي هلا بنقعد نمسك ورقة وقلم، إيه بدك تمسك ورقة وقلم، ما بنقول نحن القريب على العين قريب على القلب، اللي هو أنت حطي دوني أفكارك وأهدافك على الورقة، اللي هي سجلي شو أنت حابة، شو رغبانة تماما، وبنفس الوقت متابعتها كل يوم بيومه لأنت تقدري توصلي للشيء اللي بدك إياه. بس أحيانا هذا الحلم ما بتساعده الظروف، يمكن هون بيصير في خيبات امل كثير كبيره عند الاشخاص، يعني وبرجعوا للنكسه. خلينا نقول اليوم لحتى نحن ما نروح للخيال ونحلم، خلينا نقول بعيد عن المستوى العملي، المستوى المهني، المستوى الاجتماعي والمادي ايضا. اليوم شو اهم الركائز اليوم المفروض نحن نرتكز عليها لنقدر نحقق هذا الحلم سواء كان كبير او صغير؟ يعني بالنهايه هو حلم، يعني هو الفكره الاساسيه نحن عندنا صارت عندنا حتى الخطة هي بتكون عند مرون الخطة، يعني مو خطة انه خلص حطينا الخطة ولآخر سنة 2024 حددك نفس الخطة، في مرونة وفي بدها تكون حقيقة فيها انه بنقول في متغيرات، يعني بالفكرة انه احنا كل يوم كل يوم في عندنا متغير، صح لما لا؟ صحيح. يعني انت ما عاد تقدري تحطي مثلا خطة انا مثلا والله بعد شهرين او ثلاث شهور انا بقدر اخذ مهارة معينة او اشتغل شيء معين او احقق هدف معين، دائما نحن ما نقول انت كيف بدك تشتغلي بشيء ناجح، دائما بدك تحطي له خطط، يعني الخطة الف وب وجيم ودال، وانا عن جد بشدد على هي الموضوع بهي سنة 2024، لتقدر انت تنجح انت بدك تكون حقيقة شخص مرن مع المتغيرات، لتقدر انت توصل للشيء اللي بدك اياه، حتى تحقق الشيء اللي انت بدك اياه، بدنا نكون اكثر واقعيين، بمعنى الشيء اللي هو عم يلامسك بالضبط،
نحن في هلا تفضلت حكيت الجانب المالي صحيح 100%، بس يكون الجانب المالي هو اللي عم بيوترني او هو عم بيزيد ضغطي، فانا لازم انا يا اشتغل على شغل عمل جديد او انا مثلا رتب موضوع جديد، او اذا كان بالمكان اللي انا موجود فيه ما عم بستثمر بالطريقه الصحيحه وما عم بتطور بالطريقه الصحيحه، فبنقول ابتعد عن كل ما يؤذي، وانت بتنتقل على الشغل ابتعد عن كل شيء لا مو لهالدرجه يعني، بمعنى انه احيانا في انت عندك خاصه مكان العمل في مشكله اذا انت هو صار ياخذ منك اكثر ما انت تعطيه او هو يعطيكي، فانت بتحسي حتى الاكسجين تبعك في ما عاد يوصل للرئتين بالطريقه الصحيحه تماما. فنحن بنقول ما بقول انا اتركها للشغل مباشره، لاقي البديل، لاقي بما يتناسب معك لانت تقدر توصل للشيء اللي بدك اياه. اما انت تقضي مثلا 10 سنين بنفس المكان وهو عم يسحب منك، حتى فئتك الصبح بتختلف عن الفئه اللي عنده شغف بالعمل صحيح. وعندك انه افرح على الشغل لنشوف من يوم نشي النهار بوجه مين نتصبح اليوم لا تمام الله يجيرنا طيب دكتوره، وقت اللي بنقول غربله وتصفيه للعام الجديد ونحط خطط، ومثل ما قلتي نحن دائما بحاجه للمرونه باي شيء بحياتنا، يعني نحن باي لحظه ممكن نغير اشخاص، نغير اماكن، ولكن نحن كمان عنا الجانب النفسي بحاجه لغربله لحتى نحن نقول مثل ما قلتي باي للشيء اللي راح ونقدر نبلش الشيء الصح. قد ايه اليوم مهم نحن نركز على هي الناحيه؟ شوفي لك هلا نحن كل الجوانب شيء والجانب النفسي شيء ثاني. نحن الجانب النفسي اذا هو انضرب عندك الجانب النفسي ثقه تماما بينضرب عندك كل حياتك، لان مثلا ممكن مثلا الامور الاسريه خلينا نقول عندك مشكله عائليه او شيء ما بتنقلي على عملك ولا بتنقلي خلص بتعملي فصل، ولكن الامر النفسي ما هو يكون عندك مضروب الشيء النفسي او انت متضايقه، اول شيء قراراتك صارت مختلفه لانك انت صار في عندك الستريس العالي طول الوقت وانت صار عندك قرارات غير صحيحه حسب نفسيتك وحسب الموقف اللي انت كنتي فيه عم بيكون بطريقه غير صحيحه، فانت هون صار في عندك هو ما عاد دمر لك بس الجانب النفسي، دمر كل جوانب حياتك فتماما. فانا دائما ما تصير في عندي، حتى نحن احيانا بصير في عندنا بتمرق قصه انت بعد فتره بعد هيك شيء ساعتين ثلاثه بتقولي انا متضايقه ما بعرف ليش متضايقه بس ما بعرف من شو، فهو اذا كنت صريحه مع حاله الواحد وعنده شفافيه مع حاله يقول انا مثلا لاني شفت هذا الشخص هو اللي حسيته اذاني، ممكن الاذيه او الشيء النفسي هو مو ضروري حكي، ممكن نظره، ممكن تصرف، ممكن باي قصه. نحن اشخاص ناخذ صور، فانت اخذتي صوره انزعجتي منها عبت عندك، فهي صار في عندك نوع تردد انه انت متضايقه. فالامور النفسيه هي اول شيء بعد مع حالي بلطافه بلطافه، هذا الشيء يعني انا ما اقعد اجلد بحالي، انا ما اقعد ضدي للذات اللي عندي مشان هي تقدر تضلني مصالحه انا وياها وتساعدني طول السنه وكل المواقف. بتبع على حالي انه انا بحددها انت هالقد تمام، بمعنى انا ما بخليها تعمم موضوع قديش الاذيه، بحددها بشوف مين الشخص، هل هو شخص، هل هو موقف، هل هو اسلوب عمل، هل هو اسلوب تصرف، فانا هون بقعد بشتغل على هذا المبدا لان اقدر حله وتنفس مره ثانيه من اول وجديد وفورا احدد اذا الشخص هو اللي مضايقك او هو اللي اذاكي. اذا انت بيعني لك حاكي لي له انا بدي اشوفك انا متضايقه منك بكل صراحه، لانه هو هذا الشيء اللي هو عم ياذي لك كل كمال حياتك، فنحن بهذا المبدا. اما مثلا اذا شغله معينه قصه معينه فانا بعتقد انه انت اذا كنتي قادره انه انت تحكمي وتكوني معتمده انه انت المسؤوله عن هذا الشيء هذا 100%، فانت هون بتقدري تتحكمي بنفسيتك بمزاجيتك بالطريقه السليمه. اليوم كيف الواحد يقدر يتحكم بنفسيته ومزاجيته وبكل الازمات اللي بمرق فيها؟ يعني احيانا كمان الانسان يعني هش من الداخل بيكون ببعض اللحظات، التراكمات، الكبت اللي عنده، الصدمات ممكن تعمل خلل بهيئه النفسيه. فنحن اليوم كثير مبسوطين بهذا الكلام، ولكن حدا عم يسمعنا او يشوفنا اليوم بيقول انه طيب انه انا مرقت بكثير، انا ماني قادر اتصالح مع حالي اليوم لحتى انا بلش سنتي بشيء جديد. يعني شوفي في شيء اسمه مثلا انت كلمه تراكمات، طب التراكمات هي من شو؟ يعني هي تعودنا على التراكمات. التراكمات طب هي انت الفكره، طب وبعد هي التراكمات ما انت بتوصلي هلا اذا عبينا هي الكاسه طول الوقت مي، ما هي حتى اخر شيء حتنفجر وتنكب المي، وبوقت ما لازم هي تنكب المي بصراحه. هو هون الخطوره اللي هي عباره انه انت صار عندك تراكمات، ممكن انا اذا جاك بكلمه صغيره انت تعصبي علي وهي ما لها هالقد شو بيقول الواحد ما لها محرزه،
تمام، بس انت مو على هذا التصرف، انت في عندك تراكمات كثير. هون انت ما تكوني انت عم تشتغلي على انه هلا ما قلنا الامور العالقه، اول شيء بلش انا شو الامور العالقه اللي عندي اياها، وين في عندي تراكمات كثير انا ما بقى اتحملها. شوفي كلمه التحمل، نحن كل واحد رب العالمين عاطينا قوه، تمام، نتحمل منغب، بعدين اخر شيء انه بعدين خلاص. وخاصه اذا شخص انه تعودوا عليه انه انت بتتحمل، ليش تعودت؟ تمام يعني تمام عودناهم. يا عين عليك، كمان معناتها في اخطاء ذاتيه اللي انت بتكوني عاطيتيهم مسافات ما بصير انه يتجاوزوا. دائما بالحياه في شيء اسمه مسافه الامان بين بالعلاقات مع اقرب الناس اليك ومع ابعد الناس اليك، هي المسافه تحمي، بتضل بتحميك وبتحمي غيرك، تمام، من رده فعل غلط، من اسلوب غلط. نفس الوقت هي التراكمات نحن اللي عبت عنا، انا بدي بقى اشتغل على غربلتها. يعني انا ما مو معقول انا كل سنه احمل اغراضي واحملهم للسنه الجايه، طب انت بتوصلي اول شيء بسنه تعبانه دبه وما بقى تتنفسي لان عندك صار ضغط كثير. خلص هي عباره بلش، وخاصه اليوم نحن اول يوم هيك لساتنا وعطله، فهي الفكره بلش انا شوف وين انا بدي، وين متوجه. هو الفكره مثلا في عالم مثلا بتقول لك انا وضع المادي تعبان، انا بدي شغل، طب هي هذا الشغل الجديد اللي انت حابه تدخلي عليه، تمام، ونفسيتي تعبانه وما بعرف شو، خذي لك شيء مهاره شغلي عليها بالطريقه السليمه لانت تقدري تفتحي شغل جديد. تمام، كلام كثير حلو دكتوره. يعني احنا بنتمنى، ولكن دائما في خلينا نقول مو المزاج، القدره من شخص لشخص اخر انه يتخلص من هي التراكمات، بتختلف حسب شخصيه البني ادم. اليوم بعنوان عريض لل 2024 بنصائح بمجال عملك، اليوم شو بتحبي تقولي للناس كيف يبلشوا هي السنه؟ شو اهم الاساسات؟ شو اهم الملاحظات حابه تقوليها؟ اول شيء يدخلوا على هي السنه بنظره انه ما خلصنا من السنه الماضيه، هي الكلمه كثير مهمه انه الحمد لله خلصنا منها وكانت سيئه. دائما في بكل جانب في اخفاقات في انجازات، فنحن اكيد ما السنه الماضيه كلياتها كانت كلياتها اخفاقات. فوتوا بالسنه الجديده انه سنه خير، سنه ان شاء الله الله ببعث لنا الخير فيها، التفاؤل، كلياتنا مضغوطين هي كثير مهمه، بس انت عارفاني انت تخططي لحالك بالطريقه السليمه، وخطتي بتختلف عن خطتك، عن خطه فلان، هي كل واحد بما عنده من قدرات وامكانيات، وحابب هو يوصل للشيء بده اياه بيقدر يوصل. نحن على كلمه انه ناس هي مضغوطه، بس هو ما حدا بيربطنا بالحلم، تمام؟ كل واحد له حلمه، هذا ما حدا بيمسك لك حلمه، تركي على هذا الموضوع. وانا عم بحكي بطريقه تفاؤليه وعن جد عم تبتسمي، بس والله ما عم بمزح، وانا اي حدا ايجابي كثير على فكره. هي الفكره اذا نحن بدنا نضلنا انه سكرت الدنيا من كل شيء فما بتقدر تعيشي. هي الفكره انه بقدر انا خطيت ما دام انا عارفه انا شو قدراتي وامكانياتي، بعرف انا وين موجوده، وحلو كثير دائما اعرف وين انا وصلانه لكمل المسير، ما بدي ارجع من اول المسيره من اول وجديد، هذا كثير مهم. نفس الوقت حاولوا الاصحاب اللي حواليكم انتبهوا لهم كثير، لان الصاحب ساحب، يعني كل الاشخاص الايجابيين حاولوا ترافقون وبعدوا عن الشخصيات اللي بتنق والسلبيه واللي هي عن جد بتعمل لك كمان ضغط. هذول الامور اللي انت بلشوا فيها بالطريقه السليمه، يعني من الداخل للخارج، فهو كثير مهم. ان شاء الله يا رب هيك تكون هالبدايه حلوه علينا جميعا، وعليك دكتوره وعلى عائلتك. بدي ارجع عايدك ان شاء الله سنه خير عليكم يا رب. ان شاء الله يا رب، وانت والجميع المحبينك، وشكرا كثير على هالصباح الحلو. بسطنا فيكي ونورتي الصباح الاول بال 2024. شكرا لحضورك دكتوره فاتن النظام. شكرا لك، ممنوعه لك. اهلا وسهلا.